في عالم الحيوان لو ما كنتش متربع على عرش السلسلة الغذائية، فهتعيش حياتك كلها بتحاول تهرب من الحيوانات المفترسة اللي عايزة تاكلك. وعشان تقدر تعيش في البرية فلازم تكون سريع أو مبدع في فن الهروب والاختفاء. من أفضل المخلوقات اللي بتطور من نظامها الدفاعي باستمرار هي سمكة الإنقليس الكهربائية. السمكة الكهربائية واضح جدا من اسمها انها بتقدر تصدر شحنات كهربية عالية، والشحنات دي بتساعدها انها تتخلص من كل المفترسات اللي بتهجم عليها وبكل سهولة. ولكن يا ترى لو هجم عليها تمساح ضخم من تماسيح غابات الامازون مثلا، هل الشحنات اللي عندها هتساعدها انها تقدر تدافع عن نفسها؟ تخيل معايا ان البطارية دي فيها قوة كهربائية بتساوي 9 فولت. فايه رأيك لو قلتلك ان سمكة الانقليس بتخرج شحنة كهربائية بتعادل 860 فولت؟ 860 فولت يعني بتعادل 95 ضعف من قوة البطارية 9 فولت. العلماء في المعامل اجروا ابحاث كتير جدا على السمكة الكهربائية لاكتشاف اسرارها، وكل الابحاث اثبتت ان الانقليس بتمثل خطر حقيقي على حياة الانسان. ومؤخرا اعلنت سلطات امريكا الجنوبية انها كانت السبب في مقتل احد الاشخاص. الشخص اللي مات السمكة الكهربائية صعقته أثناء ما كان عايم في أحد الأنهار وخلته مش قادر يتحرك لغاية ما مات غرقان ومتكهرب كمان. موتة صعبة جدا بصراحة. الإنقليس بيطلق عليها اسم مسدس الأمازون، وبتكمن المشكلة الحقيقية في إنها مش بتهاجم في رئيسها منفردة، ولكنها بتهاجم في مجموعات بيوصل عددها 100 سمكة، وبتفضل تكهرب في رئيسها بشكل متكرر لغاية ما تقضي عليهم. وعشان كده لو كنت بتفكر تروح فنزويلا مثلا وتعوم مع السمكة دي في نفس النهر، فانصحك انك تلغي الفكرة دي تماما، وده لان لو حصل والانكوليس هجمك فما اعتقدش انك هتقدر تنجو منها اطلاقا. سمكة الانكوليس بتولد الشحنات من 3 اعضاء مميزة موجودة في بطنها، يعني نقدر نعتبر كل جسمها مليان بالالياف الكهربائية ما عدا راسها طبعا، وده بيخليها تكهرب أي مخلوق بيقرب منها لغاية ما تهرب وتستخبى في مكان آمن. الإنقليس الكهربائية بتتغذى في الطبيعي على الأسماك الأصغر منها في الحجم، وبتعتبر أسماك الكوريدس من أشهر الوجبات المفضلة بالنسبة لها. ولكن يا ترى لو فكر أي حيوان ضخم يهاجمها هيكون إيه رد فعلها؟ في الحقيقة السمكة الكهربائية ماشية بالحكمة اللي بتقول الجزاء من جنس العمل. يعني الكلب ده مثلا لما حاول يقرب منها ويأكلها، هنلاحظ انه اتفاجئ برد فعل عنيف وشرس جدا من سمكة الانقليس، وده حتى من غير ما تتحرك من مكانها، يعني كأنك لمست سلك كهرباء عريان بالظبط. وبما ان سمكة الانقليس موجودة في منطقة نهر الامازون، فكان من الطبيعي ان يحصل مواجهة بينها وبين التماسيح الضخمة الموجودة هناك. ولكن خلينا اقول لكم ان حتى التمساح الضخم ولا بيخضها ولا يقدر يقرب منها، وده لأنها بتخرج من جسمها شحنات كهربائية قادرة تقضي على أي تمساح في ثواني. وفي بعض الأحيان التمساح بيكون محظوظ وبيقدر يهرب، وفي أوقات تانية كتير مش بيقدر يتحرك وبيموت في الحال. على الرغم أن مظهر سمكة الإنقليس بيشبه التعابين بشكل كبير، إلا أنها بتنتمي لسلالة أسماك تانية بتسمى بأسماك السكين، وملهاش أي علاقة بفصائل التعابين ولا من قريب ولا من بعيد. بيوجد حاليا في العالم 500 نوع من الأسماك قادرة على استخراج شحنات كهربائية، وبتعتبر سمكة الإنقليس هي الأشهر والأقوى بينهم على الإطلاق. ولحد سنة 2019 كنا فاكرين إن سمكة الإنقليس بتمثل فصيلة واحدة فقط، ولكن مع المزيد من البحث اكتشفنا إن في منها نوعين. النوع الأول بيخرج شحنة كهربائية بتساوي 572 فولت، والنوع الثاني وهو الأخطر واللي بيطلق عليه اسم الإنقليس الرعاد، وده بيخرج شحنة بتصل قوتها ل 860 فولت. طول سمكة الإنقليس في العموم بيوصل ل 2 متر، يعني أطول من طول الإنسان البالغ تقريبا. أما وزنها فبيكون في حدود ال 20 كيلو جرام، وبتتواجد بكثرة في المسطحات المائية الموجودة في منطقة الأمازون، وبتعتبر من أخطر المخلوقات البحرية اللي ما ينفعش أبدا نقرب منها. يا ترى لو هجمتك السمكة الكهربائية إيه اللي ممكن تعمله؟ هستنى رأيكم تحت في التعليقات، وياريت لو عجبتكم حلقتنا ما تبخلوش علينا بعمل إعجاب للفيديو وشير لي مع أصدقائكم. ولو أول مرة تشرفونا فما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات على الكل. كان معاكم محمد جابر، وأشوفكم الحلقة الجاية.